بكل حزم التي تتبعها الدولة في تنشيط الاقتصاد أو تحفيز الاقتصاد دائما تضطر أو يدخل المجال المصرفي كلاعب مهم في هذه الحزم. سياسة الدولة يوم أخذت الحزمة الأخيرة أخذت في الاعتبار صندوق ضد التعطل على أساس يدعم الأجور، صندوق العمل تمكين عشان دعم المؤسسات الصغيرة، صندوق السيولة على أساس إنه يحرك السيولة في الشركات، المصارف المحلية، تأجيل عملية تأجيل القروض 6 شهور حتى لو كانت بأرباح أو باحتساب الأرباح، لأن إحنا ما عندنا سلطة عليهم، هو قطاع خاص، لكن حتى مع جزئية الأرباح هو عامل مهم في تحفيز الاقتصاد. فالمصارف البحرين تلعب دور كبير في تحفيز أو تحريك السوق الاقتصادي. إحنا تكلمنا عن الظاهرة الاقتصادية، في بعض الأمور يكون عندها الطلب أقل من العرض، فالعامل اللي يلعب فيها هو ضخ السيولة عشان معادلة. معادلة الاقتصاد هو عن طريق ضخ السيولة، عن طريق تخفيض الأرباح البنوك أساس نرفع من معدلات الاقتراض وغيرها من السياسات اللي اتبعها الدول في معالجة الاقتصاد. عنصر الاستدامة هو المطلب الرئيسي اليوم. اختيار التوقيت إلى الحزمة المالية لضخ السيولة هو معناته أن احنا وصلنا إلى مرحلة أمان صحية، فنحتاج نحفز الاقتصاد عشان ما يصير عندنا اللي هو الركود مدة طويلة. فتحفيز الاقتصاد عن طريق ضخ السيولة هو أساس ننطلق وتقل مدة الركود. احنا في 2010 مرينا بمرحلة ركود وتمت 4 سنوات، فاحنا ما نتمنى ان هذه الفترة تطول اكبر. يعني ما بعد جائحة كورونا، احنا ما عندنا لحد الحين حدود ديدلاين متى تنتهي متى تبدأ. اللي نعرفه ان احنا نحاول نستقر باقتصادنا ونوصل لمرحلة استدامة. البنوك عليها واجب كبير، يعني حتى كانت من ضمن الحزم، وانا اشكر من هذه المنصة اشكر جميع المصارف والبنوك على اللي قامت به في دعم هذا الوطن واقتصاده، واشكر كل الموجودين ممثلين البنوك على جهودهم اللي يقومون بها في دراسة الحالات والتعاون السريع الى الاجراء تأجيل القروض. ما ننسى فضلهم، لكن نتمنى ونطمح للاكثر. Thank you.